السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا موقع بسيط اليوم بايتاب. هذا هو الموقع، هو اللي عبارة عن جمع عملة USDT من مشاهدة الإعلانات ونفس المواقع التي شرحناها في السابق. التسجيل فقط، ثم جمع المال من خلال المهام، ثم السحب. هنا اجمع ما يزيد عن 60 فري دولار خلال 60 ثانية أو 60 دقيقة، 20% من الإحالات، وهكذا. إعلانات، روابط مختصرة، أوفرز مهام أو أوفرز عروض، سي بي يو مينينج، أدمور 100% بروفيت إنفست جيم. طيب، طريقة التسجيل: تقوم بالضغط من هنا سكين أب، ثم تقوم بتعبئة بياناتك، ثم التسجيل. بعد القيام بذلك تقوم بالضغط على هنا لوجن. طبعا السحب حصري على محفظة الفوست باي، السحب حصري على محفظة الفوست باي، يسبق السحب مباشرة بحدد قليل جدا. هذا السحب السابق، والآن سأسحب أمامكم. هذا السحب السابق، ولو أنه حد قليل لكنه من أحد المواقع النادرة الـ USDT. طيب، بعد الدخول للموقع هنا لديك طرق الربح: الأولى الفوست اللي هو الصنبور، معك الفيزت، روابط مختصرة. نبدأ بالأول اللي هو فوست، اللي هو بيزيد النقاط هنا. هذا هو الفوست، بيقول لك ربح ما يصل إلى 250 كوينز في الضغطة الواحدة. الحين بيعطيك 10، 15، 20، 40، 60، هكذا. كليم. إذا أنا حصلت على مقدار أقل 27، لكن الرول السابق حصلت على أكثر من ذلك. هنا ستنضاف للرصيد. الطريقة الثانية اللي هي الفيزت شورينج أو الروابط المختصرة، هنا لديك أكثر من روابط مختصرة تعملها في اليوم. الطريقة الثالثة هنا BTC Ads اللي هي الإعلانات. إذا لم تكن موجودة الإعلانات، لديك إعلانات هنا غير الإعلانات الموجودة هنا، لديك إعلانات في البيتس بإمكانك الدخول لها، ستجدها هنا. هذه هي، أو تضغط على هنا. كلها إعلانات يعني بنفس طريقة الإعلانات السابقة. هنا لديك الطريقة الأخرى اللي هي الأوفرز، بإمكانك تنفيذ المهام، هذه المهام المختلفة. بإمكانك الدخول على هنا الويب، هنا الشورت لانكس، وهنا عدة مهام بإمكانك استخدامها. بإمكانك أوفرتور اللي هو التحميل، وتحميل بعض الألعاب. لمن يريد العمل بالأوفرس، وهي الأرباح عالية مرتفعة، بقية الأرباح، تنفيذ عروض وغيرها. لكن لديك موبايل تقوم بتحميل التطبيقات للحصول على العملة، أو الديسكتوب وتحميل هذه البرامج. لديكم أيضا الجوبس، هذه الوظائف. إذا كان لديك مدونة بإمكانك ربح 5000 قطعة من الموقع. هنا إذا كان لديك يوتيوب ما يصل إلى 2000 كوينز تقريبا، وهكذا. طريقة السحب من الموقع: هنا لديك رابط الإحالة للربح من الإحالات 10%. لديك من تقوم بالسحب بهذا الشكل من هنا، ويبر جرو حصرا على الفوست باي اللي هذه، لكن لم تكن لديك المحفظة. ثم ويذر درو، لدي هنا 112 قطعة. هنا تيذر، هنا أقول 112،
وانا اطلب منك العنوان، انتقل لي اخذ العنوان من هنا الديبوزيت، ثم اخذ عنوان التيذر، هذا هو التيذر، والعودة للموقع والضغط على لصق هذا الشكل. اذا 112 قطعة ستعطيني تقريبا هذا الجزء امامكم. تم السحب، بإمكانك العودة إلى هنا وعمل تحديث. هنا يصلنا مباشرة في نفس اللحظة، يصلك الرصيد مباشرة إلى المحفظة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.